مرحبا بك المتابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. امبارح احتفل ثنائي التيك توك ميكس وضحى بعرسهم الثاني بالأردن من بعد ما احتفلوا بعرسهم الأول بتونس، حيث كانت الأجواء جدا خيالية بحضور عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا، من بينهم كل من قمر الطائي وبيسان اسماعيل اللي تواجدوا مع بعض طوال الحفلة وحتى بعد نهايتها. فبعد نهاية العرس واللي تم إنهاء مبكرا بسبب الزحمة ودخول ناس غير معزومة للعرس، شفنا بيسان وقمر بلايف على تيك توك. وفي هذا اللايف تحدثت بيسان اسماعيل ولأول مرة عن أنس الشايب من بعد انتشار إشاعات خلافهم وانفصالهم من قبل فترة، ووصفت بيسان أنس بالصديق المقرب. في واحد اسمه أنس. هذا أنس ولد ابو محمد ولد ابو منيره، هذاك اللي بعيد يا ولد. انس شوفي يا عادي، انس صديقي يا اخي. قطع يا صديقك بس. ايه بس. لا بس هني. لا انا صديقي بس، يعني اصدقاء مقربين نحن. ما شاء الله انتم عادي صداقه بد. ما شاء الله والله يا الدنيا. الله يخليكم لبعض ان شاء الله. لا 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 لا, لا. أما السلاوي فدائما ما تكون بثوثه على انستغرام تحمل الكثير من المفاجآت والحقائق الجديدة، فشفنا بآخر لايف له واللي كان مع أبوه حديثهم عن قمر الطائي ومشكلتهم مع بعض، وكيف طلب أب السلاوي من السلاوي إنهاء هذه المشكلة فورا ونهاية هذا الخلاف اللي بينهم، وصرح أنه لو كان متواجد حاليا بالأردن لجمعهم بمكان واحد وصالحهم. شو الطلب يا ابو؟ قل لي موضوع قمر ينتهي يا ابو. منتهي موضوع قمر يا ابو. طالع صلحه منتهي لو سمحت. انا هاي البنت بحبها ومحترم. تعرف شو حكى؟ قال لا تصالح ولو منحوك الذهب. طب ما انت بتقول ما في مشاكل، فانا ما بقول لك صالح. ما في مشاكل والله. اذا كثير مات، موت ربعه 40 سنة على جاموسي، لو يجون اعطيتهم اياها بقرة ولا جمل دخل ولا 500,000 واحد راح. خلاص يا باب صالح، يلا جيبوا قمر يا جماعة. هذولي قمر بدي موضوع قمر يا ابو. في شيء عندي هون؟ لو انت عندي هون عزمتك وعزمتها وانتهى الموضوع. هي لساتها بالاردن؟ ان شاء الله طولت والله. لو سمحت انهي الموضوع. ايش حكيت يا ابو؟ قلت طملت. انهي الموضوع. والله يا ابا اني انا منيح والله العظيم. والله انت ما في منك، ما في منك. طيب اللايف لما راح حسابها بعدت لها وما ردت يابا. ما زعلاني، ما اخذ على خاطرها منك. خلص انتهى الموضوع. شو زعلاني؟ انتهى الموضوع، خلص اصلحها وانتهى الموضوع. وشفنا مبارحة لقاء كل من أسامة مروة وعائلة عمارة وعزة ونور وأبو فلة من خلال هالصور اللي شاركوها مع بعض من إيفنت أقيم بدبي أمام برج خليفة. فشو رأيكم بهذا اللقاء؟ أما نور ستارز ومن بعد سفرتها لأمريكا قبل فترة رجعت وصارت متواجدة حاليا بدبي، فشفناها بهالستوري برفقة كريم بأحدى المطاعم بدبي.